أنا متحمسة جدا لموعد الغرامي. يجب أن أصلح شعري. أعتقد أنني بحاجة إلى جعله مموجا بعض الشيء. سأستخدم مكواة شعري لهذا الغرض. سألف شعري حولها وأمرر المكواة. تنجح هذه الطريقة دائما. مرحبا إيميلي. هل يمكنني استخدام مكواة الشعر؟ ما زلت أصفف شعري. أرجوك. حسنا خذيها. شكرا، أنت رائعة. وداعا. حسنا، لن أصفف شعري. لا بأس. ما زلت أبدو بمظهر جميل. إيميلي، ماذا هناك؟ لا تغضبي، تعطلت مكواة الشعر بينما كنت أحضر النقانق. ماذا؟ هل تحضرين النقانق باستخدام مكواة الشعر؟ لماذا قد تفعلين هذا؟ اخرجي من هنا. رد فعل مبالغ فيه.